حيصير أحد الشيء. رح نتجوز أحد الشيء. قرار كبير. أنا رح موت لحتى أتجوز. رح يغير لهم حياتهم. خلينا نتجوز ونصير عادي. البنت عم تفكر مزبوط. جود مش لازم تتجوز رجال ما بتحبوه. أنا مغلوم فيك. شو عم تحكي أنت؟ بس اللي ما عملوا له حساب. البنت مش بنته. بنت بنته وعلى أزمة ولا بقرير وين بتعيش. عاسمك. شو بدك تعمل يعني؟ رح أعمل كتير. على شكلها جود ما عم تفهم بالمنيح. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.